عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تقدر تقفل الاكسل شيت بباسورد، وكمان تقدر تخليه محدد او متحجم الشغل عليه. بمعنى دلوقتي انت مثلا عندك شغل وعايز ان انت تبعته مثلا لحد معين يدخل لك فيه بيانات فقط، مش عايزه يلعب في اي حاجة في الشيت تاني. فانت بس بتقول له، بتروح قافل الشيت كله وتقول له انا عايزك تدخل البيانات في العمود ده او في الصف ده او ايا كان هو ايه، فاهم قصدي؟ بحيث ان انت تبقى محجم له الشغل بتاعه عامل ازاي. هو ده اللي انا جاي اقوله لك في الاكسل ده. ان شاء الله ان شاء الله هتعرف كل حاجة. بص بقى، الشيت اهو، انا عايز ان الناس اللي تدخل الداتا تدخل الداتا هنا. يعني مثلا العربية اسمها كريزلر، نيسان، هيونداي، معرفش هوندا، تويوتا، وهكذا. انا بس عايزه ان هو يدخل لي الاسعار هنا. كل اللي عليا ان انا هعمل ايه؟ اروح جاي هنا، هنا كل العمود ده كده، ودوس كليك يمين وفورمات سيلز، واجي عند بروتكشن، بروتكشن، واروح جاي هنا ادوس كله لوجد، اخلي اللوجد دي عليها علامة صح، واروح دايس اوكي. واجي هنا في العمود اللي هو البرايس ده، اخلي دوس هنا كليك يمين، واعمل هنا فورمات سيلز، واخلي دي اشيل اللوجد بتاعها. يعني اخلي دي بس دي اللي مفتوحة، يعني دي لما اجي ادوس كليك يمين عليها لما الاقيهاش لوجد. تمام كده، احنا عملنا كل الشيت لوجد، يعني الشيت ده ما يقدرش يلعب فيه خالص، هو اللي يقدر يدخل فيه الداتا الحتة دي بس. تمام، وهنيجي فايل انفو بروتكت ورك بوك بروتكت كارنت شيت. كارنت شيت، لما اجي ادوس كارنت شيت ايه اللي هيحصل؟ بص، كارنت شيت هيجي هنا، هتبقى العلامتين هيبقوا متعلمين كده على الشيت ده. كل عليك انك هتشيل العلامه دي، سيلكت لوكد سيلز اللي انت، لا انا عايز بس سيلكت انلوكد سيلز، واروح انت حاطط هنا الباسورد، وليكن الباسورد هيبقى 4 اصفار، 1 2 3 4، 4 اصفار. ادوس اوكي، هيقول لي دخل الباسورد تاني، روح داخل 1 2 3 4. تمام، واروح بص لما اجي ادوس هنا، لما انت سامع صوت الماوس، باجي ادوس هنا ما بيتحركش، مفيش اي حاجه بتتحرك. اجي ادوس هنا مفيش اي حاجه بتتحرك، اجي ادوس هنا الماوس بيتحرك معايا، يعني المربع تلاقيه بيتحرك معايا، لكن هنا مقفوله. طب اجي ادوس اكتب هنا اي حاجه، مثلا دي الارقام اهي، لجان اكتب هنا اي حاجه، مفيش اي حاجه هنا. بص مفيش. هو ده حلاوه الشيت ده. فهو ده تقدر تقفل الشيت وتقدر تبعته لاي حد وانت مطمن ان هو مش هيقدر يلعب في الشيت الا لو كان معاه الباسورد طبعا، لكن طبعا هو مش هيبقى معاه الباسورد. بس كده، شكرا جدا ليكم، ولو في اي استفسار ابعتهولي في الكومنتات وانا تحت امرك في اي شيء. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.